جاهزين جاهزين كايروكي. There you go. عايزين نقول لكم نشكركم قوي على الدعوه والاستضافه، وفخر لينا ان احنا نكون معاكم. انا كنت في مدرسه فيكتوريا برضو بس في القاهره. عايز اقول لكم ان الالبوم بتاعنا الجديد دي اول اغنيه في الالبوم، انتوا اول ناس تسمعوها. الالبوم بتاعنا هينزل يوم 11/7، وعايزين نقول لكم لو عايزين تسمعوا الالبوم قبل اي حد تتصلوا بنجمه 550 شباك عشان تكونوا اول ناس تسمعوا البوم كايروكي. نفس المكان بس اليوم جديد، نفس الحفلة وأنا كالعادة وحيد، نفس البنات والحكايات مع اختلاف الأسماء، مزيكا بترقص زحمة تفطس والناس على بعضيها بتبص، بس ده بنفس انديه بتلس والجو بكهرب ومتنشن، دخلت واحدة شكلها غير باين أوي إنها مش من أجمل واحدة من غير مجهود، لابسة عادي شعرها مربوط مربوط بلاستيك في وسط الناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك، مربوط بأستيك وسط الناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك. عرجت فانيها وحصل زلزال وشبط فيها زي العيال، بس العيال كتير وبيسفوا بيعكسوا او يستفز، ومع المزيكا اللي ضرب شطين والجرأة السيئة، واللي شد اللاين نص قوة واخده هدوم غالية ونص رخيصة، وكله هايص اكيد في الهيصة. يعني جت فعليا من جديد اتكسفت، بصيت بعيد حصلت مفاجأة، فكت شعرها فجأة في وسط المكان بعد مكان، مربوط بأستيك في وسط ناس بلاستيك، عرفتوا عامل فيها مستر بومباستيك، مربوط بأستيك في وسط ناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك. افتح كلام معاها لكن تنحت، بصيت لي باحتكار من فوق لتحت، قلت لها انا غيرهم انا مش منهم، وتقري مفيش فرق، مربوط بأستيك في وسط ناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك، مربوط بأستيك في وسط ناس بلاستيك، كله عامل فيها مربوط بأستيك في وسط ناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك، مربوط بأستيك
بوسط ناس بلاستيك كله عامل فيها ليش ضعبوا بس. شكراً.